انت واضح؟ صوت واضح تمام. تمام جيد. اوكي شباب، وصلنا محاضرة التطبيقات اللي عندنا بروتوكولات. اخذنا اخر شيء الاو اس بي اف، خلصنا الاو اس بي اف، خلصنا اللاير 2، خلصنا اللاير 3. هسه وصلنا للبروتوكولات اللي استخدمها بالشبكات. اول بروتوكول عندي اسمه دي اتش سي بي، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. حاليا خل اشوفكم، حاليا دا اشوف اي جهاز يتصل بالراوتر الموجود مال البيت، دا نشوف انه داخل اي بي تلقائيا، يعني موبايل او لابتوب ياخذ اي بي، يعني بدون ما اخلي له ستاتيك اي بي. دا نشوف انه اقدر انا اخلي له بروبرتيز، اقدر منه اخلي له ستاتيك اي بي او اخليه دايناميك اي بي، يعني هو ياخذ اي بي من الراوتر تلقائيا. نشوف انه في شيء اسمه دي اتش سي بي، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، نشوف انه هو انيبل يس. فالدي اتش سي بي انه يعني ينطيني اي بيات تلقائيا بدون ما اني اكتبه. لو بدون دي اتش سي بي احتاج اكتب اي بي بكل يعني جهاز يتصل على الانترنت، موبايل او لابتوب، كل جهاز يحتاج اي بي حتى يطلع على الانترنت. فالدي اتش سي بي هو يسوي لي دايناميك، ينطي دايناميك اي بي لكل جهاز يتصل بالنتورك مالتي. ففكرة الدي اتش سي بي لو ديفايس معين، خلينا نفرض مثلا راوتر او سويتش، نقدر نفعل الدي اتش سي بي على الراوتر وعلى السويتش على الفايرول، او يعني الدي اتش سي بي نقدر نفعله باي مكان نريده. ففكرة الدي اتش سي بي انه ينطي اي بيات، عندي هذا موبايل هذا بي سي 1، هذا بي سي 2، هذا بي سي 3. فعلى سبيل المثال انه يعني دي اتش سي بي راح ينطي دايناميك اي بي كل هاي الاجهزه، ما يحتاج تدخل من عندي. طبعا بدون دي اتش سي بي راح تصير عمليه صعبه، لانه راح احتاج اكتب يعني اي بي لكل جهاز، واحتاج انه انسق الاي بيات، لازم ماكو جهازين نفس الاي بي. فالدي اتش سي بي يحل كل هاي المشاكل، انه دي اتش سي بي هو يعني ينطي اي بي ويحجزه، ما ينطي نفس الاي بي لاكثر من جهاز. نشوف عندي بروتوكول اسمه دي اتش سي بي. عندي طريقه الطلب بالدي اتش سي بي. عندي هذا دي اتش سي بي، نفرض دي اتش سي بي سيرفر، نقدر نفعل مثل ما قلت، نقدر نفعل الدي اتش سي بي على الراوتر او على سويتش، او حتى يعني دي اتش سي بي حاليا كل مكان. انت لما تبث واي فاي من موبايلك يعني راح تبث دي اتش سي بي تلقائيا. ف مثلا عندي هذا يوزر، اليوزر عندي رسائل دي اتش سي بي، يعني رسائل مهمه بالدي اتش سي بي. فاليوزر راح يرسل رساله اسمها ريكوست، يرسلها كبرودكاست. يعني شنو؟ يعني هو ما يعرف انه هو دي اتش سي بي سيرفر، فيرسل رساله دي اتش سي بي للكل. شوفكم يعني شكو، يعني يرسلها، يعني يرسل برودكاست، يرسل هاي الرساله لكل نتورك. فاي شخص مفعل دي اتش سي بي راح يرد له لليوزر وينطي اي بي، تمام؟ فراح يرد له برساله ثانيه، خلينا نرتبها. سجلنا الرساله الاولى اسمها ريكوست، اللي راح تكون برودكاست. الرسالة الثانية راح يرد له دي اتش سي بي اوفر. اتوقع هسه نتأكد من الرسائل. هذا الرسائل عندي، اول رسالة دي اتش سي بي، لا اول رساله عندي اتش سي بي ديسكفر قبل الريكوست. اوكي، اول رساله ديسكفر اللي هي يبحث عن سيرفرات الدي اتش سي بي الموجوده عندي بالشبكه، هاي تكون برودكاست.
برودكاست، ثاني رسالة راح يرد له بأوفر، راح يرد له برسالة أوفر تكون الرسالة يونيكاست. لازم أعرف دائما إنه الرسالة برودكاست أو يونيكاست. يعني بديسكفر بالبحث إنه يدز رسالة كل الشبكة، ما يرسل رسالة يعني الآي بي معين، يرسل رسالة كبرودكاست لكل النتورك اللي عندي. زين الدي اتش سي بي سيرفر، الدي اتش سي بي سيرفر ما يرد ببرودكاست، لا يرد فقط يونيكاست. يعني شنو يرد فقط على الجهاز اللي دز برودكاست، يرد فقط على هذا اليوزر. اليوزر بعده من جديد يرسل رسالة ريكوست، وبعدها آخر شيء راح ينطيل رسالة راح نسميها اك دي اتش سي بي اكنولجمنت، اللي هو راح ينطيل اي بي. قال له خذ هذا الاي بي، اخذه لك احجزه، فراح يحجز له هذا الاي بي يكون فقط لهذا اليوزر. يعني بعد فترة فترة زمنية راح يتبدل الاي بي، بس يعني يحجز اي بي لكل يوزر، ما يصير ينطي نفس الاي بي لاكثر من جهاز. هاي العمليات راح يدز ريكوست والسيرفر رد له بس ينطي اي بي بعد رسالة ديسكفر. هذه نفس الشيء بالنسبة للمانجمنت، بالنسبة للسيرفر، بالنسبة لليوزر. دائما السيرفر دا نشوف انه نخلي اي بي مانوال. ليش نخلي مانوال؟ لانه عن السيرفر، لازم يعني لازم يكون الاي بي ثابت. يعني مثلا الاي بي 10.0.0.1 هذا بالسيرفر لازم يكون دائما الاي بي ثابت، لانه نستخدم ابلكيشن انه يعني اليوزر مثلا مستخدم يوزر عنده هذا الاي بي، فاذا فعل دي اتش سي بي على السيرفر لازم كل ما فعل يعني كل ما يطفي السيرفر ويشتغل او كل يوم يبدل الاي بي مالته، لازم ابدل اي بي، يعني لازم ابلغ اليوزر انه تبدل الاي بي. فاخلي اي بي واحد للسيرفر، اسوي مانوال على سبيل المثال مثل هنا، اقدر هنا بدل الثاني هنا ماخذ دي اتش سي بي انيبل، اقدر اخليه بروبرتيز عندي، خلي مانوال 192.168 مية، خلينا نسوي مثل 101، والجيت واي مثل ما عرفنا شنو الجيت واي 100 254 اتوقع الجيت واي. نجرب اوكي، فهسه خليت له بدنا نشوف دي اتش سي بي نو، خليت له اي بي ستاتيك، هذا الاي بي ما يتغير ابد، هذا الاي بي يظل يعني يظل بس باللابتوب ما يتغير. فالفكره انه بالسيرفرات دائما نستخدم ستاتيك اي بي بالنسبه لليوزر، بالنسبه للمستخدمين سواء تليفون سواء لابتوب يستخدم دي اتش سي بي. اوكي عندي الـ DHCP الـ DHCP يحتوي على يعني أكثر من معلومة، مو بس ينطيك IP. الـ DHCP لما أخذ يعني الـ DHCP server راح ينطيك أول شيء IP address، ثاني شيء راح ينطيك mask subnet mask، ثالثة راح ينطيك جيتوي، رابعا راح ينطيك شيء اسمه DNS. شوية بناخذ DNS Dynamic Name System. فهاي يعني بدون الـ DHCP لازم أخلي Static، لازم أخلي Static IP Static Mask و Static Gateway و Static DNS. بس بال DHCP لا، الـ DHCP دا نشوف انه دا ينطيني، خلينا نشوف دا اشوف الـ DHCP دا ينطيني كل يعني دا ينطيني الـ IP والماسك وينطيني الـ Gateway وينطيني الـ DNS.
هاي كلها يعني الدي اتش سي بي بيوفر لي اياها. اوكي رسالة دي اتش سي بي مثل ما اتفقنا انها هو رسالة ديسكفر اللي تكون برودكاست، يعني هوست يبحث يرسل رسالة برودكاست لكل النتورك اللي عند كل الاجهزة موجودة عنده بالنتورك. اي شخص عنده يعني يبحث عن شخص عنده دي اتش سي بي، فاي شخص عنده فعل دي اتش سي بي راح يرد له بالاي بي. بعد السيرفر راح يرسل اوفر انه يقول له انا دي اتش سي بي سيرفر. اوكي وبعدها الهوست يرجع يرسل رساله ثانيه ريكوست انه يطلب اي بي من هذا الدي اتش سي بي، وبعدها اخر شيء ينطي اي بي. طبعا ينطي اي بي مثل بالمعلومات يعني اي بي وسب نت وجيت واي ودي ان اس. سامي سؤال جواب بس البيج اللي قبله السلايد اللي قبله مال المسجات. اي تمام. الثاني ثالث مسج الدي اتش سي بي ريكوست، ليش يدز برودكاست اذا اجى له رد من السيرفر من الاي بي دائما سيرفر؟ هو دائما الهوست يرسل برودكاست، دائما الهوست يرسل كاست. اه تمام. اوكي انت دائما الرسائل طبعا تيجي بالامتحان انه يقول لك شنو الريكوست برودكاست او يونيكاست، لازم تعرف انه دائما رسائل الهوست انه يرسل يعني برودكاست، بس السيرفر دائما يرد بيونيكاست. تمام تمام شكرا. زين امتى باي حاله يطلب الهوست رساله يونيكاست؟ عندي شيء اسمه ليست تايم هذا باي ديفولت هو 1 داي. يعني شنو 1 داي؟ يعني شنو ليست تايم؟ ليست تايم هذا يعني تجديد الاي بي. يعني انا عندي مثلا اخذت فعل الدي اتش سي بي واخذت اي بي 10.0.0 مثلا 2، لازم بعد يوم كامل بعد 1 داي انه يتبدل هذا الاي بي. الدي اتش سي بي هو يبدله. يعني مثلا يعني صار عندي اي بي جديد 10.0.0.3، فبهاي الحاله الهوست هو عنده اي بي هوست 10.0.0.1 مثلا. انا عندي الليست تايم 1 داي، بعد ما يمر نص يوم 50% من الوقت من التايم انا اقدر اغير طبعا الرقم، اقدر اخليه مثلا 3 داي. اوكي فهو باي ديفولت 1 داي، بعد ما يمر نص يوم هذا الهوست راح يرسل رساله ريكوست جديد انه يطلب اي بي جديد، وهاي تكون الرساله يونيكاست. هاي الرساله الوحيده اليونيكاست يعني يرسل الهوست للسيرفر. اوكي فعندي يعني ليست تايم انه وقت تبديل الاي بي باي ديفولت هو 1 داي. بعد ما تعبر 50% من التايم، يعني بعد ما يعبر خلينا نقول لو اذا اليوم 24 ساعه، بعد ما تعبر 12 ساعه راح يرسل رساله ريكوست، نفس الهوست يرسل ريكوست يطلب اي بي جديد. تمام وبعدها يرد له باكنولجمنت ينطي اي بي جديد. طبعا اذا بحال اوكي بحال هذا دز ريكوست يونيكاست والسيرفر ما نطى اي بي جديد، ما نطى اكنولجمنت يعني ما نطى اي بي، هذا مباشره الهوست راح يرجع يرسل رساله مسج ريكوست بس يدزها كبرودكاست. لو اوضح اكثر عندي الليز تايم هذا هوست هذا سيرفر، اول رساله دز الهوست هو كان عنده اي بي مثلا 10.0.0.1، دز رساله يونيكاست فقط لهذا السيرفر، وهي تكون رساله ريكوست يعني طلب يطلب اي بي جديد. بعد ما عبر 50% من الوقت، بعد ما عبر يعني نقدر نقول 12 ساعة. تمام احنا الليست تايم اتفقنا انه 1 داي باي ديفولت، فبعد ما تعبر 12 ساعة اللي هي 50% من الوقت
راح يرسل رسالة يونيكاست للسيرفر نفسه اللي ماخذ من عنده اي بي. بعدها بحال السيرفر ما رد له راح يرسل رسالة نفس هذا الهوست راح يرسل رسالة ثانية بس راح تكون برودكاست هم رسالة ريكوست يبحث عن سيرفر موجود بالشبكة ينطي اي بي. فأي سيرفر موجود بالشبكة ها طبعا بعد ما يمر بعد ما يبقى 12% من الوقت فقط 12.5 من الوقت بعدها أي سيرفر موجود بالشبكة راح يرد له برسالة اكنولجمنت وينطي اي بي. زين اذا خلص الوقت هسه اتفقنا اول رسالة بعد ما يمر 50% من الوقت راح يرسل رسالة يونيكاست فقط للسيرفر اللي كان ماخذ من عنده اي بي. هذا السيرفر بحال ما رد له يعني ما نطى اي بي جديد الهوست راح يرسل رسالة ثانية بس مو يونيكاست راح تكون برودكاست لكل الاجهزة الموجودة بالشبكة. طبعا هذا اول رسالة بعد ما يمر 50% من الوقت. ثاني رسالة بعد يعني ما يعني هنا عندي بقى 50% من الوقت هنا بقى عندي فقط 12% من الوقت يعني تقريبا بقى عندي ساعة او يعني بقى عندي ساعتين او تقريبا بقى عندي ساعتين من الوقت فراح يرسل رسالة برودكاست لكل يعني الديفايسات الموجودة عندي بالنتورك فاي شخص يعني اي سيرفر موجود راح يرد له. زين بحال انه ماكو عندي اي سيرفر يرد ايش راح يصير؟ بهاي الحالة هذا الاي بي راح ينمسح هذا الاي بي راح ينمسح من الهوست راح ياخذ اي بي نسميه ابيبه. ابيبه اوتو برايفت اي بي ادريس هذا اي بي بس يعني انت يعني لما تشوف عندك هذا الابيبه يعني اي بي مالته يبدي 169 وارقام يعني ما اتذكرها بس بدايته تكون 169. هذا الاي بي خلينا نشوف ابيبه اي بي خلينا اشوفكم ابيبه اي بي لا مو هذا تنشوف هذا عندي 169.254 هذا بحال انت طلبت دي اتش سي بي ظليت طلب دي اتش سي بي ماكو اي رد لك راح تاخذ اي بي اسمه 169 يعني بدايه 169.254 هذا فقط يعني يكون اي بي فقط بجهازك تمام. فهذا رينج يعني خاص نسميه ابيبه. هاي بحاله انه طلبنا ريكوست وما جانا اي ريكوست. انت لما تريد تاكد بالنتورك اذا تريد تاكد دي اتش سي بي شغال فعل دي اتش سي بي عليه هوست موجود وشوف وصلك اي بي. اذا وصلك اي بي عند دي اتش سي بي عندك مشتغل وما عندك اي مشكله بفيلانات او اذا ما اشتغل فلازم تتاكد من يعني من الكونفيجريشن مالتك. عندي طبعا انواع للدي اتش سي بي هنا مثل ما اتفقنا بعد ما يخلص الوقت راح يسوي ريليس للاي بي راح ياخذ اي بي اسمه ابيبه. عندي انواع الدي اتش سي بي يعني طرق تفعيل الدي اتش سي بي. عندي اولا تفعيل بير انترفيس اوكي يعني ادخل على الانترفيس وافعل الدي اتش سي بي اخلي يعني فقط هذا الانترفيس ينطي دي اتش سي بي او يكون تفعيل جلوبال يكون جلوبال دي اتش سي بي وعن طريقه يعني افعله بعد يعني بعدين افعل على الانترفيس. هسه راح نطبق مثال هنا عند طريقة تفعيل الـ DHCP بير انترفيس نزل مثلا الراوتر عندي هذا هوست
راح اخلي هنا بدل ما اخلي ستاتيك اي بي راح اخلي دي اتش سي ابلاي. R1 مثل ما اتفقنا. انترفيس جيك 000 اي بي ادرس مثلا 10.001 على 24 دي اتش سي بي سيلكت. عندي دي اتش سي بي سيلكت انترفيس وجلوبال ريلي هذا موجود طبعا بال اتش سي اي بي ريلي بس عندي بال اتش سي اي اي فقط جلوبال والانترفيس. مثلا خلينا نفعل الانترفيس يقول لي بدأ على الدي اتش سي بي بالجلوبال انيبل اوكي انترفيس جيك 00 دي اتش سي بي انترفيس دي اتش سي بي سيرفر ده نشوف انه عندي شيء اسمه دي ان اس ليست مثلا راح اخلي دي ان اس للدي اتش سي بي 888 اللي هو مال جوجل دي اتش سي بي سيلكت انترفيس دي اتش سي بي سيرفر دي اتش سي بي سيرفر. اقدر احدد وقت الليز اللي احنا اتفقنا هو باي ديفولت يجي 1 داي خلي 1 داي داي 1 دي اتش سي بي سيرفر. اقدر اخلي جيت واي او الجيت واي هو راح يصير الجيت واي راح يصير نفس هذا الاي بي دي ديسبلاي ذس الجيت واي راح يصير نفس هذا الاي بي موجود على الانترفيس بس عندي شيء اسمه دي اتش سي بي اكسكلودد دي اتش سي بي سيرفر اكسكلودد اكسكلودد اوكي هذا الاكسكلودد فكرت انه مثلا دي اتش سي بي اكسكلودد انا مثلا عندي سيرفر مثل ما اتفقنا حاجز اي بي 10.0.0.20 فاقول لي السيرفر اكسكلودد هذا الاي بي اكسكلودد يعني اكس 10.0.0.20 فال دي اتش سي بي راح يوزع اي بيات من ضمن يعني راح يوزع كل اي بيات ما عدا هذا الاي بي هذا الاي ما راح ينطي لاي يوزر لانه انا عندي محجوز السيرفر فمثلا انه انا عندي الاي بي هذا 10 خلينا نسوي مثلا اكسكلودد ال 10.0.0.1 اوكي ما يحتاج مثلا يعني اي اي بي يقدر يعني مثلا 200 مثلا هذا اي بي خاص بسيرفر او شيء معين ديسبلاي ذس خلينا نشوف هسه الهوست المفروض هسه ورا ما افعل دي اتش سي بي راح يرسل رساله ريكوست نقول له اي بي كونفيج بعدين نشوف اخذ اي بي دي اتش سي بي اخذ اي بي 10.0.0.254 الجيت واي والدي ان اس نفس اللي خليته 4 8 الماسك الجيت واي نفس يعني الجيت واي يصير نفس الاي بي موجود على الانترفيس هذا الجيت واي فهذه اول طريقه تفعيل الدي اتش سي بي. عندي طبعا مثل ما اتفقنا عندي ستاتيك دي اتش سي بي اقدر اخليه 10.0.0.254 بس هذا نشوف انا لازم احتاج اكتب يعني كل الاي بيات بايدي حتى الجيت واي حتى الدي ان اس apply ib config ده نشوف انه اخذ ib و dns هذا بالستاتيك اقدر اقول له dhcp طبعا dhcp بس يفعل dhcp مباشرة وياخذ ib ib config مباشرة اخذ ib من ال dhcp الطريقة الثانية تفعيل dhcp عند دي اتش سي بي سيرفر دي ان اس ليست عنده
خلينا نمسح الكونفجريشن وفعل undo dhcp select interface يقول هنا ورا ما تلغي ال dhcp يقول لي اكو اي بي مأخوذ يعني مفعل للأجهزة يعني اكو اي بي محجوز الأجهزة تريد تلغي الدي اتش سي بي اوكي فدا ينبهني انه اكو جهاز ماخذ اي بي. الطريقة الثانية انه عندي اي بي شي اسمه بول بول اوكي مثلا نعطيها اي اسم بول 1 هنا راح نعطيها نتورك اي بي 10.0.0 والماسك 24 الجيتوي 10.0.0.1 دي ان اس ليست 8.8.8 ليز داي 1 بعدها فقط ادخل الانترفيس 0.0.0 اقول دي اتش سي بي سيلكت جلوبال هسه مفروض اي بي كونفيج زين شوف انه اخذ يعني خل امسحه كان بعد حاجز سو اي بي بول بول 1 اند سو اكسكلودد اكسكلود اي بي 10.0.0.254 DHCP IP config ده نشوف انا سويت excluded لل 253 عفوا سويت excluded لل 254 هذا قلت له لا تنطي هذا الاي بي لاي احد فهو مباشر نطي اي بي 253 اوكي شباب بس راح وقف البث ونرجع من جديد لأنه خلص الوقت.